السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم. اكلت طيوري جبنة موتزاريلا بالجزر. طبعا انتوا عارفين ان انا دايما بحاول ادور على اكلة جميلة وتكون غنية بالقيم الغذائية ويكون فيها فايدة للطيور، بغض النظر بقى عن ان هي غالية ولا رخيصة. فانا النهاردة كده هبشر معاكم حتة جبنة موتزاريلا واحطها على الجزر على سبيل تدي طاقة وصحة وباور للعصافير بتاعتي، وتبقى حاجة ايه مغذية كده، حاجة فيها يعني فايدة كده جامدة. ده هيكون موضوع هنتكلم عنه، ولكن في البداية بذكرك لو لسه اول مرة تشوف القناة بتاعتنا ما تنساش تنضم لأسرتنا الغالية عن طريق الاشتراك من الزر الاحمر اللي موجود تحت، اشتراك او سبسكرايب، وتأكد انك مفعل زر الجرس عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. يلا بينا نبدأ الموضوع بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده قدامنا ان انا معايا قطعه وعمال ببشر فيها اهوت، وخلاص قربت اخلص البشر على سبيل عمل خليط متجانس من الاثنين مع بعض. الطبق بتاعي اهوت فيه الجزر وبشرت منه شويه ولسه عمال بكمل، ومعايا قطعه تانية. في غلطه كبيره كلنا بنقع فيها، هي ان الكل بيدور على انه ياكل الطير بتاعه احسن حاجه واغلى حاجه. طيب هل اغلى حاجه واحسن حاجه ده ينفع اصلا للطير بتاعي، ولا يكون سام بالنسبه له وغلط وما ينفعش اصلا العصفور انه يهضمه؟ ناس كتيره جدا بتدور على ان العصفور يكون عنده طاقه انتاجيه، وزي ما بنحكي في الفيديوهات ان الطاقه الانتاجيه هتعلى عند العصفور بانك لما تهتم بتغذيه العصفور وتديله اكل يكون فيه غذاء كويس، فبالتالي بيبداوا يدوروا على اكل يكون غني بالقيم الغذائيه زي الجبنه. وفي ناس تقول لك لا ده انا هاكله صدور فراخ بانيه، وفي واحد تاني يقول لك لا ده انا سمعت ان تاكيل الرز والفشر اقدام الفراخ، يعني الفراخ النيه بتاعت الرجلين العصافير احنا نجيبها ونسويها من عند الفرارجي وبعدين نقدمها للرز والفشر لان ده كده في نسبه عاليه من البروتين. طب جميل الكلام ده كله، مفيش مش معترضين عليه، بس لازم تكون عارف حاجه مهمه قوي، ان كل حاجه بتعملها لها ميزه ولها عيب، وفي حاجات ينفع الطير يستقبلها وفي حاجات بتكون من المستحيل ان الطير يتعود عليها او ان معدته اصلا تقدر تهضمها. على سبيل المثال الجبن والالبان، يعني بمشتقاتها كلها، الجبن اصلا او الالبان ديت يعني الاساس المكون لها هو اللبن. اللبن بتاعنا اللي احنا بنشربه ده كامل الدسم بيكون بالنسبه للطير حاجة صعبة الهضم وغير ممكنة اصلا ان المعدة بتاعت العصفور ان هي تهضمها. فبمجرد ما بتقدم للطير بتاعك، يعني بيقولك اللبن فيه بعض المشتقات، مش بس مش عاوز اتكلم معاكم في تفاصيل واقول لكم الكازين واللاكتوز ومش عارف وايه وايه، في مكونات كده للبن معدة العصفور نفسها ما بتقدرش انها تهضمه. فبمجرد ما بتحط حاجة من الألبان أو مشتقاتها العصفور ما بيقدرش أصلا إن هو يستوعب الحاجة دي، وبيقابل الموضوع دوت بعسر الهضم ويجيله بعد كده بقى إمساك ومشاكل معوية. ولو أنت ملحقتش تتدخل مع العصفور بتاعك ممكن خلال أيام بسيطة تفقد الطيور بتاعتك كلها. طب كلام جميل، طب يعني أفهم من كده إن أنا ممكن أقدم له جبنة ولا لأ؟ هي فكرة أصلا إنك تقدم جبنة أو ألبان ده شيء مش صح، ولكن لو عاوز تقدم ألبان أو جبن كل حاجة بيكون لها ضوابط ممكن تعملها بيها. اللي هي إيه بقى؟ اللي هي إنك لما بتيجي بتقدم الألبان للطير، يعني بالمناسبة أنا عاوز أقول لكم إن ممكن تقدم لبن للطير بتاعك، لبن عادي وعليه عيش مبلل بيدي للطير بتاعك طاقة غذائية كبيرة جدا وكمية بروتين ومصدر بروتين طبيعي ممتاز، ولكن مش أي لبن تقدمه، لازم يكون اللبن اللي بتقدمه خالي الدسم، لان الدسم اللي موجود في اللبن ده اللي بيكون صعب ان معدة العصفور تهدمه نهائي. وانت بتشتري البان كده هتلاقي فيه لبن مكتوب عليه عبوات، يعني مش اللبن البلدي، طبعا اللبن البلدي دوت مستحيل انك تقدمه ممنوع نهائي. فهتلاقي فيه لبن بقى في المعلبات، لبن يقول لك ايه دسم 3%، دسم 1.5%، في بقى خالي الدسم. خالي الدسم ده هو اللي ممكن تقدمه للطير بتاعك. طيب هل ينفع بقى اقدم جبنه للطير بتاعي؟ لا طبعا ما ينفعش، لان الجبنه بتتعمل من لبن كامل الدسم، ومفيش اجبان بتبقى موجوده في الاسواق معموله من لبن خالي الدسم. بصوا لقينا حاجه مش كويسه بنشيلها، هي جت سهو وجت وسط الاكل بتاعي. انا بقدم الاكل بتاعي كان انا نفس اللي هاكله، مش ان بدي لطير او حاجه
ما هياش ادميه فاقدم لها اي حاجه. بصوا صباعي خلاص بعمل لكم لايك، بس صباعي كان اتعور من المبشره، كان الله في عون السيدات اللي بيقعدوا يبشروا وبيقدموا الحاجات ديت، بتبقى الموضوع صعب فعلا ومرهق. نرجع بقى نكمل موضوعنا. الاجبان بجميع انواعها سامه، ما ينفعش تقدم اي جبن للطير بتاعك، ولا جبنه موتزاريلا ولا جبنه بيضه ولا جبنه براميلي ولا جبنه ملح خفيف، كل الكلام ده غلط وعك، ما ينفعش انك تعمله نهائي. قدم لطيرك الاكلات اللي احنا قلنا عليها في قائمه التشغيل. لو عاوز تجود وتحسن كل يوم، بص احنا بنعمل اكله جديده وعندك ما شاء الله عشرات الاكلات عاملينها عندنا هنا في قائمه التشغيل. ماذا تاكل طيور الزينه؟ اتفرج عليها وجود واعمل منها حاجه كويسه، فجود في الحاجه الممكنه وابعد عن الحاجه اللي هي اصلا مش منطقيه انك تقدمها للطير بتاعك، عشان ما تجيش تعمل حاجه مفيده تلاقي نفسك بتعمل حاجه تسمم الطير بتاعك وتخسر الطير بتاعك بحركه بسيطه. اتمنى تكون فهمت الفيديو واستفدت منه وعرفت نعمل ايه مع الطير بتاعنا. اسيبك على خير ونتقابل الفيديو الجاي في رعاية الله.